كاميرة الأوصاف. المدنيون باتوا منحشرين في كل منطقة صغيرة، في كل ركن، محاولين النجاة. هم في حاجة إلى مأوى، إلى غذاء، إلى علاج، إلى كهرباء، إلى كل شيء. أما مدارس الأونروا فإنها تأوي أكثر من نصف المشردين في وسط غزة وجنوبها. الأونروا تتطلب الاحتياجات، ولكن قدراتها بدأت تضمحل، وهي حاليا لا تستطيع إلا أن تدير عدد صغير جدا من محطات تحلية المياه في هذه المناطق. هذا بالإضافة إلى الانشغالات بسبب زيادة الجفاف والأمراض بسبب غياب الخدمات الإصلاحية، على الرغم من أن إسرائيل تقول إنها قد استأنفت الإمداد بالمياه في خان يونس بشكل جزئي في أثناء عطلة نهاية الأسبوع، فإن شبكات المياه الأخرى قد دمرت لدرجة يتعذر ومعها أن توصل المياه. بالأمس الأونروا تمكنت من تأمين 5 ناقلات من الوقود لتشغيل محطات تحلية المياه في غزة، تحلية مياه البحر، ولكن هذه المرافق الوحيدة المتاحة لأكثر من أسبوع. بالنسبة لاحتياطيات الوقود في مشافي غزة قد استنفدت تماما، 20 من 23 مشفى في غزة بالفعل يقدم خدمات جزئية. أما بالنسبة لمولدات الكهرباء ومولدات الكهرباء الاحتياطية التي بدأ ينفد وقودها، كل هذا سيؤدي إلى إغلاق هذه المشافي، تلك المشافي الملأة بالمرضى المزمنين وبالجرحى، أولئك الذين سيغيبون في غياهب الظلمات. إن استعادة الإمدادات الأساسية والخدمات الأساسية هي مسألة جد مهمة. هذا بالإضافة إلى دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، هذا أمر بات في غاية الأهمية. بالنسبة لمنسق المساعدات الإنسانية السيد مارتن جريفيثس، فسينضم إلى وفد الأمم المتحدة إلى المنطقة في الأيام القليلة القادمة، وذلك سعيا لتحقيق ذلك الهدف العاجل. بالنسبة للإمدادات الإنسانية فهي على أهبة الاستعداد. الأمم المتحدة وغير ذلك من المنظمات الإنسانية لديها أغذية ومياه ومواد غير غذائية وإمدادات طبية ووقود، كل هذا متاح في مصر وعمان والضفة الغربية، ولكن إذا ما كانت إسرائيل مستعدة أن توصل هذه المساعدات الآن. أيضا بالنسبة للمساعدات الغوثية فهي متاحة. في 11 من أكتوبر تشرين الأول الERC قد وافق على التخصيص العاجل لأكثر من 9 ملايين دولارا من الصناديق الإغاثة العاجلة، ولذلك فقد وصل مجموع المساعدات إلى 15 مليون دولار. هذا بالإضافة إلى الصندوق الذي يستخدم كل الأموال المتاحة ومقدارها 9 ملايين دولار للتصدي لهذه الأزمة، ولكن هذا سيستنفد هذا الصندوق. الأمم المتحدة تواصل التعاون مع الأطراف المعنية ومع الدول ذات النفوذ لكي تصل إلى حلول عاجلة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل غزة، حتى نتمكن من توصيل هذه الإمدادات ولتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء البلاد، وبما يمكن الأمم المتحدة وكذلك العاملين في المنظمات الإنسانية من القيام بهذه الرحلة. ولكن الأعمال العدائية، ينبغي أن تتوقف الأعمال العدائية حتى نفسح المجال لوصول المساعدات الإنسانية وكذلك لاستراحة المحارب ولحقن الدماء. نحن لن نفتأ نطالب باحترام القانون الإنساني الدولي الإنساني وكذلك المدنيين والأعيان المدنية التي ينبغي أن تتمتع بالحماية. هذا بالإضافة إلى ضرورة تيسير وصول المساعدات الإغاثية، وذلك بموجب القانون الدولي الإنساني. ونحن نهيب بالدول كافة ذات النفوذ بأن تصر على احترام قواعد الحرب وتجنب أي تصعيد أو خروج للنزاع عن حدوده، ونطالب بأن تسود الإنسانية. وشكرا. إذن استمعنا إلى إحاطة المجموعة العربية في الأمم المتحدة حول غزة، التي شددت على ضرورة احترام إسرائيل للقانون الدولي الإنساني في القطاع واحترام قواعد الحرب، كما تحدثت عن تدهور
الوضع الصحي والإنساني في القطاع وضرورة تأمين وصول المساعدات الإنسانية بأقرب وقت. كما نوهت المجموعة إلى أن مخازن الوقود في القطاع استنفذت بالكامل. نتابع. غزة وإسرائيل في 7 أكتوبر، وأكثر من 7800 شخص معظمهم من المدنيين قتلوا في غزة، وأقله 930 امرأة و1400 شخص في إسرائيل، بما في ذلك ما لا يقل عن 299 جندي إسرائيلي. والهجمات الجوية الإسرائيلية سوت أحياء مكتظة بالسكان بالأرض، بما في ذلك مبان ومرافق صحية ومدارس وأسواق، ومع ما لذلك من تبعات مدمرة على المدنيين. أدعو القوات الإسرائيلية إلى اتخاذ خطوات فورية لعدم التعرض لأغراض مدنية بما في ذلك المستشفيات، وأدعوها إلى عدم شن غارات عشوائية، وأدعوها إلى أن تتخذ الحيطة الفعالة للحقول والحد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين، والحقول دون إلحاق الضرر بالمدنيين وبالأغراض المدنية. فارتفاع عدد القتلى بين المدنيين يشير إلى أن إسرائيل ربما لم تتخذ مثل هذه الخطوات، ونحن ما فتئنا نراقب الوضع الإنساني السيء في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في غزة منذ أكثر من 20 عاما، وقد وثقنا التأثير المباشر على المدنيين بسبب الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة وإغلاق قطاع غزة منذ 16 عاما. وفي 9 أكتوبر أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي فرض الحصار الكامل، وقطعت السلطات الإسرائيلية قطاع غزة ومنعت من وصول المساعدات إلى القطاع. وفي 12 أكتوبر وقبل منتصف الليل أعلنت إسرائيل أن 1.1 مليون شخص في شمال قطاع غزة يجب أن ينتقلوا إلى جنوب غزة في 24 ساعة، ومع استمرار الهجمات في مختلف أنحاء غزة انتقل آلاف الفلسطينيين إلى جنوب القطاع، ومئات الآلاف ما زالوا في شمال قطاع غزة، ربما لأنهم إما لأنهم لا يستطيعون الانتقال أو لأنهم يخشون التعرض للاعتداء أو للهجمات أثناء الانتقال. وبعد ظهر يوم 14 أكتوبر لجأ 1600 شخص إلى وسط وجنوب غزة، والوضع الإنساني مأساوي وهش مع نقص في المياه والطعام والكهرباء وغير ذلك من الاحتياجات الأساسية. بالنسبة إلى الفلسطينيين وآخرين في القطاع، لا هم محرومون من حقوقهم الأساسية وما يحتاجون إليه البقاء في على قيد الحياة، وهذا منصوص عليه في الحق في الحياة. هم لا يتمتعون بهذه الحقوق حتى في أو هذه الأوقات، وتنتهك حقوقهم هذا. ما زلنا نتلقى تقارير بأن الأشخاص في مختلف أنحاء غزة لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة، وتشير التقارير إلى أنهم يحصلون على المياه من الآبار الزراعية، الأمر الذي يشير القلق من انتشار الأمراض المتناقلة بالمياه. والأيام الماضية لم تحصل غزة على الكهرباء، الأمر الذي يهدد بانهيار الخدمات الأساسية وبتفاقم الحالة الإنسانية. أؤكد بأن الحصار الكامل المفروض على سكان قطاع غزة تفاقم مع أمر الإخلاء الذي فرض على السكان، وهذا ما يرقى إلى عقاب جماعي للسكان في قطاع غزة، ويشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، ويؤدي إلى انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان الواجبة لسكان غزة. أدعو إلى وقف هذه الإجراءات على الفور، وأدعو جميع الأطراف إلى فتح ممرات إنسانية بين غزة ومصر من خلال معبر رفح، من أجل السماح بإيصال المساعدة الإنسانية وبضمان ممرات آمنة يمكن للناس اللجوء إليها. كذلك أدعو إلى
إلى وقف إنساني على الفور في الأعمال العدائية لإتاحة وصول المساعدة الإنسانية. كذلك لابد للمعابر الإنسانية أن تكون آمنة للذين يرغبون في مغادرة غزة، ولكن لا يجب أن تستخدم للتهجير القسري. على سكان غزة أن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم مع وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنية أساسية، والوقت مهم للحؤول دون تفاقم الأزمة الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان. كذلك أدعو القوات المسلحة أو المجموعات المسلحة الفلسطينية إلى عدم إطلاق صواريخ عشوائية في انتهاك القانون الإنساني الدولي وعدم التعرض للمدنيين. أنا أعرب عن بالغ القلق لأن عدد كبير من المدنيين أخذوا رهائن على يد التنظيمات المسلحة الفلسطينية في انتهاك واضح للقانون الدولي. أدعو إلى إطلاق سراحهم والإفراج عنهم على الفور، وأدعو إلى معاملاتهم باحترام وبكرامة. وبينما أعين العالم شاخص على الوضع في إسرائيل وغزة، ألفت عنايتكم إلى الوضع المتفجر في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، فهذه شهدت أعلى عدد من القتلى الفلسطيني على يد القوات الإسرائيلية، وقتل 250 شخصا بحلول 16 من أكتوبر على يد الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، وقتل 236 شخصا أيضا. وبين 7 و16 من أكتوبر وفي تمام الساعة 2 من بعد الظهر، قتل المستوطنون والشرطة الإسرائيلية 57 فلسطينيا، منهم 15 صبي وامرأة، في اعتداءات واشتباكات ومواجهات بين الشرطة والفلسطينيين. وزادت حالات العنف من المستوطنين وتصاعد عدد الناس الذين يفرون من منازلهم. أدعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات فورية لوضع حد لاستخدام القوة غير متناسب ضد الفلسطينيين، وأدعوها إلى وقف أعمال العنف من المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، وأدعوها إلى حماية المدنيين الفلسطينيين مع التهديدات المتزايدة بالنقل القسري. في هذه الأثناء أن الذين يعملون في غزة في إسرائيل ألغيت تصاريح العمل، وتشير التقارير إلى سوء معاملتهم. لقد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية لأكثر من 1500 فلسطيني في الضفة الغربية بما في ذلك قادة حماس وداعميهم. لابد من حماية حقوق جميع المحتجزين واحترام حقوق والأصول المرعية للإجراء. أدعو جميع أعضاء المجموعة العربية إلى ممارسة وإلى اتخاذ التدابير الدبلوماسية المتاحة للحد من معاناة المدنيين من الطرفين، وإيجاد مسارات لدول المنطقة لكي تضع حدا لدوامة العنف المتكررة. على جميع الدول أن تتخذ إجراءات متضافرة بالاستناد إلى عالمية حقوق الإنسان، فهذا أساس لوضع حد لدوامة العنف ولهذا الاحتلال للأرض الفلسطينية. شكرا. أشكر السيدة كارس، والآن سوف أعطي الكلمة إلى الأونروا وتحديدا إلى مديرة مكتب نيويورك سعادة السفيرة غريتا. تفضلي، الكلمة لك. وأعرف أننا سوف نشاهد شريط فيديو أيضا خلال هذه الإحاطة. شكرا السيد الرئيس، أصحاب السعادة، حضرة السيدات والسادة. بداية اسمحوا لي أن أشكر الأردن بصفتها رئيسة للمجموعة العربية، شكرا على هذه الفرصة لكي أقدم إحاطة لدول الأعضاء بشأن الوضع في غزة. وقبل أن أغوص في التفاصيل اسمحوا لي أن أعرض بداية شريط فيديو لكي نصغي إلى رسالة قوية ومدوية، وأيضا رسالة من زميلتي راوية هليس، وهي المسؤولة عن مركز التدريب المهني في خان يونس. أريدكم أن تصغوا إلى رسالتها لأني أريد أن أشدد الضوء على صوتها، وأريدكم أن تصغوا إليها لأنني وخلال لقاءاتي الكثيرة مع البعثات الدائمة هنا في نيويورك غالبا ما شرحت لكم كيف
أنه علينا أن نكون مستعدين دوما لاحتمال تفجر الوضع في غزة، وكيف يجب علينا أن نخزن مستودعاتنا بالغذاء والمواد غير الغذائية، وكيف أن مدارسنا تصبح الملاذ الآمن الوحيد الذي يحتضن الناس الذين تضيق بهم السبل. لقد عملنا في مناطق وقال أحد العاملين لنا أن هذا هو النزاع الوحيد الذي لا يجد فيه الناس مكان آخر يلجؤون إليه سوى مدارس الأنروا. كذلك شرحت لكم كيف أنه على موظفينا أن يكونوا دوما مستعدين لأداء وظائف مختلفة لا صلة لهم بها بين ليلة وضحاها خلال التصعيد. وقد قدمتم لكم مثال هذه السيدة التي في العام 2014 كانت مدرسة في غزة، وأصبحت بين ليلة وضحاها مسؤولة عن إدارة مسكن وملجأ للنازحين داخليا، والآن وجدت نفسها مجددا في هذا الوضع، ولكن الوضع هذه المرة يعجز عنه الوصف. في المرة الأخيرة التي التقيت راوية، التقيتها المرة الأخيرة في غزة في أيار مايو من العام 2022، كانت متفائلة وعازمة على تحسين الحصص التدريبية، كانت متحمسة العمل في مركز التدريب المهني الذي تديره، والآن إليكم رسالتها. لم يمر ولا يوصف بأي لغة من لغات العالم قادر توصف الوضع اللي احنا فيه. 15 لاجئ فلسطيني موجودين هان، أجوا تركين بيوتهم، تركين أكلهم، تركين شربهم، مرضى سكر، أطفال عجزة، رضع، حتى في حدا منهم في بعض الأطفال أصيبوا بالجدري. الكباسيتي أو الساعة تاعت الكلية لا تتسع لمثل هذا العدد، سواء على صعيد الأغذية، على صعيد الخدمات، الحمامات، على صعيد المية، على صعيد الكهرباء. شوية حتقطع الكهرباء، حنقعد مش عارفين نشوف الناس، مش عارفين نلبي حاجاتهم. أنقذوا غزة، أرجوكم أنقذوا غزة، إنها تموت. هنا الأطفال والشيوخ والكبار، لا أستطيع أن أقدم لهم أنا أنروى، لو أنا مديرة هذا اللواء لا أستطيع أن أقدم لهم أي شيء، لا أكل ولا شرب، ما فيش ولا إشي. عمالنا بندور على حدا يطعميهم ويشربهم، أجوا ما حمش إشي، هم مش شحادين، هم ما حم فلوسهم، بس من وين نجيب، من وين نعمل، من وين نجيب لهم. فعم بدنا لأنسولين، ناس بتموت بدها أنسولين، مش قادرين نوفر لها إشي. هذا وضع كارثي. السيد الرئيس، إن سمحتم لي لن أكرر ما تطرقت إليه زميلتي، لن أتوقف عند الأرقام ولن أكررها، بل سوف أشرح لكم ما نفعله في غزة. نحن نعمل في غزة منذ عقود، واعتماد اللاجئين النازحين على خدماتنا منفك يتزايد عاما بعد عام، ذلك أن الحصار مستمر منذ 16 عاما، والآن وفي ضوء ما حصل في 7 أكتوبر وبعده، لدينا 1.2 لاجئ فلسطيني يحصلون على المساعدة الغذائية في غزة. لدينا 13,000 موظف، وأكثر من 5,000 منهم كانوا. إذن نكتفي بهذا القدر من إحاطة المجموعة العربية في الأمم المتحدة حول الأوضاع في غزة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.